ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي ندوز نقدم معكم الكريب بمقادير سهله وبسيطه كما قلت لكم موجوده في كل بيت. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا 250 غرام من الدقيق الابيض، 250 غرام فارين، عندنا هنايا 6 البيضات رقم 65 سيزوف، هنا هنايا 75 مليلتر من الحليب، تقدروا تعبروه بكاس العنبة إلا ما عندكمش هذا تعبروه بكاس العنبة، عندي كاس نيشان، 75 مليلتر دو لي، أن كرون كويير أسوب دويل، ملعقة كبيرة من الزيت، زيت نباتية، 50 غرام من السكر السميد، 50 غرام دو سكر سومول، عندي هنا ملعقة كبيرة من الزبدة ذوبتها، أن كرون كويير أسوب دو بو فوندي، عندنا هنا لو جوس دو سيترون، هادي شديت شديت ليمونة كبيرة حكيتها خديت لو جوس ديالو، هاد عصير ليمون، جو دورونج، عندي هنا ميل العسل، عندي هنا مايزينا، هادو لاصوص، بالنسبة لاصوص غنعمل ليهم العسل، لورونج، مايزينا. ندوزو لطريقة التحضير، ناخد البيض ديالنا، كيف ما قلت لكم عندي هنا 6 البيضات، كناخد البيضات كاملين. نفس نص البيضات كنطربو مزيان بهاد الطريقة، كنضيف لهم سنيدة، حتى كندخل فيهم سنيدة مزيان، ندير لهم الدقيق شوي بشوي، الدقيق ديالي ديجا غربلتو، كنضيف شوي بشوي نتحرك، نوريكم خطوة خطوة باش يقدر أي واحد يعملو. هدا بالنسبة للمبتدئين والمبتدئات، شوفوا كيف ما كتشوفوا كنطربو مزيان حتى ما كيبقاوش فيه دوك الحبيبات، هذا الشكل هذا هي الطريقه اللي كنستعمل الكريب ديالي. من بعد كنضيف له لو جيس ديال السيترون، قلت لكم هذه عصير الليمون اللي عملت حكيت هاد لو جيس خلطو معاه، كنضيف الحليب بشوي بشوي، حتى كيدخل الحليب مزيان مع الخليط، مزيان بهذا الشكل هذا، عندي هذه كدير شويه ديال السطح. من بعد كناخذ ملعقه ديال الزيت كبيره، ان كرون كويير دويل، وكنضيف لها ان كرون كويير دو بور فوندي، ملعقه كبيره من الزبده مذوبه، كنصمر في الخليط بهذه الطريقة، كنضيف
على جنب بينما ما تزيد صوبت لاصوص ديالنا. لاصوص كيف ما قلنا عبارة عن ليمون، لورانج، العسل، مايزينا. كنضيف الليمون ديالنا اللي هو لورانج، كنخليه يغلي شوية، كنضيف له ملعقة كبيرة من العسل. العسل عندي هذا كل واحد كيف ما على حسب العسل اللي عنده، انا عندي هذا النوع هذا. كنضيف له ملعقة كبيرة من العسل، ان غون كويير سوب دو ميل. كتشوفوا هاد لاصوص كتجي هائلة مع الكريب، ولا كل اختيار، كاين اللي كيعمل مع الشكلاط، كاين اللي كيعمل معاه حاجه اخرى. انا كنعجبني بهاد لاصوص هادي، وكندير ملعقه د مايزينا ما عمراش، ان غون كويير سوب دو مايزينا واش عمره، وتنخلط. كتعقد لنا لاصوص واحد شوي كيف ما كتشوفوا، مع التحريك تتجي عاقده، مع لوغو ديال لورونج ولوغو ديال الميل، العسل مع ليمون كيجي هائل كيف ما قلت لكم، ولكم الاختيار. وصدقوني هاد لاصوص كتجي هائله. هيا بسرعه لاصوص ديالنا جدد، شفتو كتجي خاطره، كتجي هائله. هانا بديت كنطيب في الكريب ديالي كيف ما كتشوفوا، ديالنا مقله كبيره، الطريقه باش كنخدمو كتشوفوا. الكريب ديالنا بعد ما بدينا كنطيبوه، دغيا كيوجد، نخليوه يتحمر بجوج جهات. كيجي خفيف، ندوز ندير معاكم واحدة أخرى. نعاود معاكم واحدة أخرى، كندهن المقلة ديالي بشوية ديال الزيت، وكنمشي على هاد الطريقة. ندوز نعاود معاكم الثانية كيف ما كتشوفوا، ها هو الكريب ديالنا على هاد الشكل هذا. طورو المقلة هاكا بهاد الطريقة، حتى كدور من الأجانب كلها. كيجي خفيف، حيت هادي ثانية نزيد معاكم واحدة أخرى، تاخذ زلافة على حسب المقلة اللي عندكم، اللي عندو مقلة صغيرة كنمشيو على الطريقة إلى نهاية الكريب.
تشوفوا اول كريب ديالنا وجد كنعملو على هذا الشكل. هذا ها الصوص اللي وجدنا من قبل هي هذيك كما كتشوفوا كتجي خاسره. كنوضعها في وسط الكريب ديالنا على هذا الشكل. هاد الصوص كتجي لذيذه. كنديروها من الفوق كيف ما كتشوفوا. وعندي هنايا اللوز مهرمش لاموند كونكاسي كما كتشوفوا كان عندي من قبل موجود ما ذكرتوش لكم. اللي بغى كيزينوا بها على هذا الشكل هذا كتجي هائله. هذا هو الطبق النهائي ديالنا. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك. والى اللقاء الى وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.